مغادرة ولاية شمال دارفور الفاشرة. أيها الأهل، أيتها العشيرة، كل الشعب السوداني، بعد التحية نشكر الله تبارك وتعالى شكرا كثيرا الذي وفقنا وانتصرنا وانتصر القوات المسلحة بالفاشر. أيها الأهل، أيها الشعب السوداني، ثلاث معارك كبيرة جدا وقعت بمدينة الفاشر. المعركة الأولى معركة يوم السبت 10/8، المعركة الثالثة قبل أمس. المعارك الثلاثة ديل تنوع حربي للدعم السريع، والمعارك الثلاثة الكبيرة خسر خسارة ما بعد له من خسارة. الخسارة الأولى كانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية الكبيرة والأموال الطائلة، كل ذلك مشى مع يعقوب، بمعنى أنه الدعم السريع خسر الجناح الاقتصادي الحربي والعلاقات الودية الدولية الكبيرة وكذلك الدبلوماسية. علي يعقوب كان رجل دبلوماسي من الدرجة الأولى، أو بمعنى أنه أفضل السيئين لدي الدعم السريع، ده علي يعقوب. أما المعركة الثانية، معركة سبت يوم 10/8، كانت ذلك قاسمة الزهر للدعم السريع. جرات قادة عساكر جاءوا من كل فج عميق، زنوا واعتقدوا بأنهم سيدخلوا الفاشر. صاحبنا التعبان اللي اسمه أخو حميد منو عبد الرحيم دقلو قعد على بعد 25 كيلو، الناس تدق ناقوس الانتصار فيدخل، ولكن هرولة يسبقهم هروبا والبقية من خلفه. بعض نجرين شطة، ده كان شطة في عين كاكاو، شطة في عين مجمد ابن ناقص شيطان أمارات داك، وشطة في عودة توا. احنا ما دايرين نحاول يعني نوسع في الشرح كثيرا، لكن معركة بتاعت أخونا قرين شطة طبعا كالعادة الرزيقة، طبعا هم درجة أولى في العرب، زي عرب الشتات الرزيقة هم درجة أولى، يعتبر مثلا الجماعة بيقولوا أولاد المسارين البيوت، ناس أنا مسيري وناس أنا جلولي، لكلهم عندهم درجة تانية. أما لما تكون رزيقي درجة أولى، فدرجة أولى من عرب الشتات هم زي 12 عربية، معهم أخونا قرين شطة، ومعهم فلاسفة، ومعهم ناس دبلوماسيين، ومعهم ناس خطط، ومعهم ضباط. ده 12 عربية كالعادة بيقدموا العبيد والزنوج والغرابة، والبيقول أنا في الحياة، والبعهم بقروش جابوهم وسيدهم جعلهم عبيد، ديل بيقدموا، ديل بيكونوا من خلف. لكن سبحان الله، بالتمرس والنجاحات الذي أدركه القوات المشتركة، أخونا مدير التنفيذي لمكتب قائد العمليات بتاعت القوات المشتركة أخونا جماعة حجار، ديل طوال احتوى الموضوع ده من خلف، زاولهم حركوا لهذا جابهم دخلهم في المستشفى الجنوبي. 12 عربية، 12 عربية ده أدرك في الحسابات ما أقل من بين 120 ل 125 شخص، ده كلهم قادة ضباط رموز أرباب فكر، ناس خطط، ناس معارك، بيختلف من مجموعة بتاعت علي يعقوب دك. الجماعة ديل جابوا في المستشفى الجنوبي، لحدي أنا لما دقيت تلفون للمعركة وتلمي أخواننا واقفين وين، قال ليه شيخ خادم الناس خلاص في القسم والمستشفى الجنوبي، خلاص أدينا بس حاجة بتاع الساعة نعمل لهم مسح تاريخي وجغرافي، وخد كان اشتغل شغل نظيف. وطيب السؤال المطروح، الجماعة ذات عرفوا كيف الاثناشر العربية
اللي فيه اخونا ناس قرنشطه والقاده ده في 12 عربيه عندنا في الناس في 12 عربيه جول عندهم ده في شباب شطار جدا شطار جدا ما فيهم كلديز قاعد معهم جوا كلديز كتر خيره ويعني اخر مره اعتزل احنا مجموعاتنا في الحته الفلانيه الجهه الفلانيه جماعه لما جو اول ما دخلوا المستشفى الجنوبي سالهم قالوا يا اخي انت ادخل طوالي في غرفه العنبر ده العنبر اول اللي ادخل فيهم هو دخل الجماعه حاصرهم بس هو طوالي تلعب هناك شكرا كلديز لك التحيه اخي جنابه كلديز دوره كبير جدا انت ومن معك نجحت نجاح كبير جدا اخونا كلديز ده بالذات دول حريف جدا وفاهم جدا ومنهم وفيهم واليهم وكان الحاجه الكويسه راكب مع اخونا قرين شطه في عربيه واحده ده كان حاجه كويسه يعني فلك التحيه طوالي اخونا قرين شطه حقك محفوظ زي ما الجماعه قالوا ارجع طوالي خلف دور هتجينا مع الدفعه الجايه نتمنى الدفعه الجايه بالزكاه بتاعك الغارق العاده ده تجينا مع اخونا عبد الرحيم ده قوله وحتى لو كنت برا حدد الموقع اللي انت قاعد فيه وده نجاح كبير جدا وده توفيق كبير جدا يا اخوانا الموضوع ده ما فلاح ولا شطاره ولا قدره عسكريه عاليه ابدا عندما يرجع الناس الى الله عز وجل الشعب السوداني لما يرجع الى الله عز وجل ويرفع كف الضراع يقول يا ربنا الله يستجيب دعاهم طبعا من الضرائب طبعا مجوا اجتمعوا وقالوا يا اخي علينا الفاجر ده 133 ماركه بنخسر ويموتوا قادات وبتاع اننا طابور والطابور ديل هم ابناء الزغاوه الموجودين قدام السرير يس ندر انه فلنقايات عبيد ولاد الكلب يهودة اللوغن بعد تمشي تاخذوا مازيادكم ده اللوغن طوابير وجواسيس وهسه طلوا اسماء 19 نفر يجوا يكونوا متحرك ويجوا الفاجر وما يرجعوا ومن ضمنهم قال عبد الله شغب بالقياده عبد الله شغب ومعهم 19 من اولاد الزغاوي الموجودين في الدام الشريف في جزء في الخرطوم وجزء في بحري برضو يستدعون يجوا ومن ضمنهم ابراهيم بقال فراج واي قول واي ولاد الكلب يا ابنين يا عبيد يا عبيد قال دقل يا ريمم يا وصالت قبيله انتوا بعد تعالوا هنا ركوب وهنا ركوب عشان تتبلوا هنا عشان تعرفوا البل زاد عليك الله سما فضيحه ما فضيحه تباروا لكم قال دقل الريمم الاجانب الجادين ديل تمشي وراهم في النهايه تقول لكم جواسيس ويقول لكم تجوا بالمتحرك وكمان ما ترجعوا يا ريمم تفحموا ميدين انتوا يا حصاله بتاع مجتمعي. الخبر الثاني يا جماعه انبشكت داخل دام سري يعني قاعد يقدم يعني ده كم زمن من الفترات وحققت بطولات كثيره جدا جدا يعني كل الخطط اللي بتطلع في دام سري ده يعني او في المعارك بتاعت دام سري هو من عثمان عمليات. اليوم اتهمت دام سري لعثمان عمليات انه هو بيتعامل مع استخبارات الجيش او بيتعامل مع قوات المشتركه او بيتعامل مع الجيش انه يا اخي بودي القيادات مثلا في المعارك وبقوم بشغموها. يعني حاليا كده عثمان عمليات متهم من قبل الدعم السري انه هو متعاون وقاعد يعني وهو السبب الرئيسي بالنسبه للفشل بتاعت المعركه حقت الفاشر يعني فانفشخت جد يا جماعه داخل الدعم السري. السلام عليكم شباب السوداني مساء الخير مساء السعاده مساء السرور. تصحى السبب بدري وكوبايه شاي بتاعك بتقعد في الزاويه بتسمع بانه يا اخي اخبار جميله جدا جايه من ارض الميادين جاي من مختلف المحاور بالنسبة للقوات المسلحة والقوى المشتركة اللي هي الموضوع جميل جدا. تسمع دائما بأنه يا أخي الدعم السري الخايد منو خلا انجخم والخايد منو خلا انجخم. طبعا الناس بعد الجخم اللي حصل الآن بيكون في عملية بتاع شكوك داخل صفوف الدعم السري وانشخاخات كبيرة جدا في صفوف الدعم السري سواء كان من ابناء الكردفان او من ابناء دارفور الزرقاء ذاتهم يعني. فالان ابناء الكردفان هم فصلهم تماما من دعم السري او بيقوا ما عندهم اي وزن داخل قوات الدعم السري او قوات المرتزقه خلينا نسميهم بيقوا ما عندهم اي وزن ابناء الكردفان. فهم بيناتهم الان بيقوا في عمليه بتاع التفرقه بيناتهم انت همري انا ما اعرف لك مجنوني انا ما اعرف كردفاني اصلي انت ايوه كده بسيري خلافات جد داخل قوات الدعم السري او جنجويه الدعم السري في كردفان
وأيضا في دارفور الفاشر، فاشر كان ماشط جنجويد، فاشر السمود، الجماعة كل ما يجي فاشر القائد الفلاني انجخم، القائد الفلاني انجخم. حسي قالوا يا أخي والله تاني فاشر ده ما ندخل إلا ندخلها بأولاد المنطقة ذاتهم. دي طبعا كلام قاله تراجي قبل فترة لو تتذكروا. تراجي قالت الفاشر يتقدموها أولاد الفاشر، نيالة يتقدموها أولاد نيالة. طبعا نيالة محرر عندهم، يعني ما نقول محرر ولا نقول يعني حناي، لكن في يدهم إن شاء الله هنسترد يعني. وسنار دي طبعا الهتات اللي بيقتل لهم كماشة اللي هي سنار والفاشر، قالوا سنار يتقدمها أولاد سنار، فاشر يتقدمها أولاد الفاشر. يعني عرفت شنو الكلام ده؟ الفلنجايات من أبناء القبائل الأخرى، القبائل الخير العربية اللي هم الآن متواجدين داخل صفوف الدعم السري، سواء كان أبناء الفاشر وأبناء نيالة، الفلنجايات بالذات هم يتقدموا في معركة الفاشر، هم يكونوا في الصفوف الأمامية. وأولاد المسارين البيض اللي هم المسيرية، ما من مسيرية، مسيرية ده طبعا درجة تانية عند الرزيقات في الدعم السري، يعني في الصف التاني كده. لكن لما يكونوا في العملية بتاع عمليات أو في الهروب، لازم انتوا يا فلنجايات اولاد المسيرية، اولاد الهبانية، اولاد عايشة، ما عارف زفت الطين، انتوا تكونوا شنو في قدام في الوجهة الامامية بعد الفلنجايات، يعني عرفت كيف؟ وهم بيجوا بيورا طبعا، هم اهل البيت المملكة حقتهم، هم بيجوا بيورا. فالان ده خطط بتاع الخهد وخطط بتاع تراجي مصطفى، قال لهم يا اخي لازم يتقدم اولاد المنطقة يعني عشان تمشي تنجحهم. لكن وين اولاد منطقة؟ وين اولاد منطقة؟ شغالين مع موجودين في دعم السري، لكن شغالين لمصالحهم او شغالين من اجل شعبهم، يعني شغالين من اجل الجيش تقارير يومية، شغالين للمشتركة تقارير يومية، شغالين للشعب السوداني تقارير يومية. التسجيلات دي قاعد نجيبها منهم، ما قاعد نجيبها منكم هناك، على اولادنا اللي معاكم هناك جوا معاكم ده، ما قاعد نجيب من هناك يعني. فالموضوع بل وانتوا القايدين هناك يا اخواننا، خلوكم هريسين يا اولادنا، جيبوا التفاصيل الزياده جوا. فشكرا لكم ما قصرتوا. ودي طبعا انتصارات الشعب السوداني والجيش السوداني، وزي ما وعدناكم فان شاء الله المظلوم ده حقه بيسترد، والظالم ده قلمه مكسور مهما كان. والشعب السوداني ما يخلق، إن شاء الله النصر قادم وجيشنا قادم وقواتنا المسلحة سوف تنتصر والقوة المشتركة سوف تنتصر، وفاشر آمن الآن، ونيالة استرد والجنينة استرد، وده النص ده يسمونه زالين جنان نطلبه بس كله كده. فالمهم لحد هنا، إذا وصلت شيرك ترى واجب وطني، لايك ترى واجب وطني، كومنت ترى واجب وطني، اشتراك في القناة ترى برضو واجب وطني. فدمتم ودعم السودان بألف خير، محباتي لكم.